يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. إذا تعاقدت مع إنسان في بيع أو شراء أو معاهدة سياسية أو عسكرية أو اقتصادية مع صغير أو كبير في جليل أمر أو حقير، إذا وعدت فأوفي بما وعدت. والنبي يقول آية المنافق، المنافق هو الذي ينتسب إلى الدين ولا يعمل بأحكامه، ينتسب إلى الإسلام ولا ينفذ قوانينه ولا تعاليمه. يقول آية وعلامة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، إذا حدث كذب. فالكذب من أحرم المحرمات في كل الأديان، حتى مهما كان الكذب صغيرا وحقيرا. مرة كان النبي جالسا وقدم له كأس من حليب فشرب وأعطى من على يمينه، وكانت إحدى النساء من قريباته، فقالت: أنا شبعان يا رسول الله، وهي جائعة غير شبعانة. فابتسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أتجمعين جوعا وكذبا؟ جوعان وكمان تجمعي مع الجوع الكذب؟ فقالت: يا رسول الله، ويسمى هذا كذبا؟ فقال: إن الله يسجل على الإنسان الكذبة والكذيبة، مهما كانت الكذبة صغيرة. حتى رأى امرأة تفلي رأس ابنها وبأظافرها كأنها تقتل القمل، ولا قمل هناك، فقال لها: لما تعملين هذا؟ قالت: أتسلى. فقال: إن الله يكره كذب الأنامل،